قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذا الكلام أهو مطابق لما عليه السلف أم مخالف من حيث؟ طيب أنا أسألكم، هل ورد في القرآن ما يدل على الحد أو الغاية أو الركن أو العضو أو الأداة أو الجهة؟ ما ورد، ما ورد. طيب، فهذا الكلام فيه نوع مخالفة لأهل السنة والجماعة. لكن لما كان الإمام الطحاوي من أئمة أهل السنة والجماعة، هذا الكلام له احتمالات، احتمال المعنى حق والآخر باطل، فيحمل كلامه على المعنى الحق لأنه من أئمة أهل الحديث، وأراد التنزيه بعد الإثبات رحمه الله. مرت معنا قواعد أهل السنة بالنسبة للنفي يجملون، صح؟ أهل السنة بالنسبة للنفي يجملون، والإثبات يفصلون. الآن لو جئت ونظرت في القرآن الكريم، أيهما أكثر، الصفات المنفية أم الصفات الثبوتية؟ الصفات الثبوتية، السمع والبصر والوجه والقوة والقدرة والعلم وإلى آخره. المنفية قليلة بالنسبة للمثبتة، نفى عن نفسه الموت والسنة والنوم والظلم وإلى آخره، لكنها قليلة. أهل البدع على العكس من ذلك، فهم يجملون في الإثبات ويفصلون في النفي. هذا مذهبهم، هذا مذهبهم. العقيدة الطحاوية لها شروح كثيرة، شرحها أهل السنة وشرحها أهل الكلام، أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم. مثل هذه العبارات يحملونها على مرادهم، نعم. ولهذا تراهم هناك شرح موجود سماه صاحبه الشرح الصحيح للعقيدة الطحاوية. أي صحيح؟ نعم، بل هذا هو الشرح المخالف، لكن على مذاهب أئمة المعتزلة وإما الأشاعرة وإما الماتوردية وإما الكلابية وإلى آخره. فهذا الكلام له محامل. طيب، كلام الشيخ الفوزان أتى بكلام مختصر حفظه الله وأطال في عمره وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، أتى بكلام مختصر جميل، يعني التطويلات والتفريعات في علم الكلام. طيب نرجع. وتعالى عن الحدود، يعني نريد أن نعرف المعاني لهذه الكلمات. الحدود جمع حد، وهو ما ينتهي إليه الشيء. الحدود جمع حد، وهو ما ينتهي إليه الشيء. حد فلان إلى كذا، انتهى إلى كذا. طيب، الغايات، الغاية نهاية الشيء. الأركان، الركن جانب الشيء الأقوى. الأعضاء، الجوارح. الأدوات، جمع أداة وهي التي تعمل أعمالا حتى يتوصل بها إلى ما يراد.
المبتدعات المحدثات، هذا من حيث معاني المفردات. طيب انظروا إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال هذا فيه إجمال، أي الكلام. عقيدة أهل السنة في الألفاظ المجملة وهي التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فيستفصلون فيها، يقولون ماذا تريد، ماذا تريد من كذا، مثلا الجهة لم ترد لكن يقال له ماذا تريد من الجهة، إن أراد يعني العلو هذا معنى حق، طيب إذا أراد يعني معنى آخر يعني أنها تحيط به قال هذا معنى باطل، هذا معنى باطل. قال الشيخ هذا فيه إجمال، فإن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول في المخلوقات، الله جل وعلا مستوى على عرشه، وإن كان يريد بالحدود الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلو فهذا ثابت لله جل وعلا وتعالى، فالله لا ينزه عن العلو لأنه حق، فليس هذا من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة. إذن هذا اللفظ الذي هو يعني الحد ماذا يريد القائل؟ فإن أراد القائل المعنى الحق فهو حق، وإن أراد خلاف الحق وهو الباطل فهذا معنى باطل. طيب الغايات قال فيها إجمال أيضا، فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فإن كان المراد بالغاية الحكمة من خلق المخلوقات، طيب ما هي الحكمة من خلق المخلوقات؟ عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال وأنه خلقها لحكمة فهذا حق، ولكن يقال حكمة لا يقال غاية. لماذا نترك الألفاظ التي وردت في الشر ونأتي بألفاظ كلامية؟ هذا في خطورة، هذا في خطورة كما مر معنا من كلام ابن أبي العز رحمه الله. لا يقال غاية، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإن أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات، وإن أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات، لأنه قال وتعالى أي تنزه عن الحدود والغايات. طيب الغاية إن كانت بمعنى الحكمة معنى حق، وإن كانت بمعنى يعني أنه محتاج إلى خلقه هذا باطل. قال وإن أريد بالغاية الحاجة إلى المخلوقات فنعم هذا نفي صحيح، فالله عز وجل لم يخلق الخلق لحاجته وفقره إليهم فإنه غني عن العالمين. الدليل على ذلك قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الله هو الغني الحميد. وفي قول الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال والأركان والأعضاء والأدوات فيها إجمال أيضا، إن أريد بالأركان والأعضاء والأدوات الصفات الذاتية مثل الوجه واليدين فهذا حق ونفي باطل، وإن أريد نفي الأعضاء التي تشابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله جل وعلا منزه عن ذلك. فالحاصل أن هذا فيه تفصيل، أولا
إذا أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتية فهذا باطل. أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. والحاصل أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال، ولكن يحمل كلامه على الحق، لأنه رحمه الله من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة ولكن يقصد المعاني الصحيحة، وليته فصل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال. لماذا عبر الطحاوي بهذه الألفاظ؟ لأنها كانت تستخدم وتستعمل في زمنه من الكلاميين، فأراد أن يرد عليهم باصطلاحهم، أراد أن يرد عليهم باصطلاحهم رحمه الله تعالى. قال ابن أبي العز شرح: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال، فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة تفصل. طيب، من أهل البدع من نفاها، ومن أهل البدع من أثبتها، ومنهم من فصل. الذين فصل من؟ السلف. قال: وهم المتبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي أو أثبت، وما نفي بها فهو منفي. لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام، كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل في معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. نعم، وهذا هو الحق، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. إذن ما أثبته الله أثبتناه، وما نفاه الله نفيناه، وما لم يرد به في النص لا إثبات ولا نفي ماذا نعمل؟ يفصل. فإن يعني فسرت بالمعنى الحق فهي حق، وإن فسرت بالباطل فهي باطل، كهذه الألفاظ. قال: وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها
ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، أي كالرد على القائلين والذين يستخدمون هذه الاصطلاحات مع قرائن تبين المراد والحاجة، ومثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. ورد النص بإثبات هذه الصفة، ما هو الواجب علينا؟ أن نثبتها. طيب أسألك، الله جل وعلا وتوكل على الحي الذي لا يموت، إذا نفى الله عن نفسه الموت، ما هو الواجب علينا؟ واجب علينا أن ننفيه كما نفاه الله. إذا عرفنا الإثبات وعرفنا النفي، الجهة، قم يا فقيه، الجهة هل وردت في القرآن أو السنة؟ ما وردت، قالها رحمه الله، ما وردت. طيب مثل هذا اللفظ ماذا نعمل؟ هل نثبته أم ننفيه؟ ننفيه؟ ما قال هذا. الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. طيب كيف؟ إذا أراد به جهة العلو فهو حق، وإن أراد غير جهة العلو، يعني الجهات كما قال الجهات الست فوق تحت يمين شمال، أنها محيطة بالله، فهذا معنى باطل. طيب الحد نفس الكلام، الغاية، عرفت الآن؟ إذن ما أثبته الله وجب علينا إثباته، وما نفاه الله وجب علينا نفيه، وما لم يرد نفيه ولا إثباته فالواجب نعم الاستفصال، قال ماذا تريد؟ فإن أراد معنى صحيحا هذا صحيح، وإن أراد غير ذلك فهذا باطل، إن أراد غير ذلك فهذا باطل. أظن هذا مفهوم، هكذا هذا مفهوم. طيب إلى هنا بارك الله فيك.